فعاليات مهرجان العلمين لسه متواصلة. مهرجان العلمين 2024 بيضم السنة دي قائمة متنوعة من الأعمال المسرحية اللي هيتم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان. من العروض دي مسرحية السندباد، واللي بتمزج كده أو بتعمل فيها خلطة بين الخيال والمغامرة والكوميديا. خلينا نتابع. تتواصل العديد من الفعاليات المختلفة في مهرجان العلمين 2024، ويضم المهرجان هذا العام قائمة متنوعة من الأعمال المسرحية التي سيتم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، والتي تتضمن عدة مسرحيات بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، وذلك على مدار شهر أغسطس المقبل. من بين هذه العروض عرض مسرحي متميز يمزج بين الخيال والمغامرة والكوميديا، إنه العرض المسرحي المنتظر السندباد. تعرض المسرحية على مسرح يو أرينا في الفترة من 8 حتى 10 أغسطس المقبل. المسرحية تضم نخبة من الفنانين، منهم النجم كريم عبد العزيز ونجوم المسرح الفنانة نيلي كريم والفنان بيومي فؤاد والفنانة شيماء سيف والفنان مصطفى خاطر. تدور أحداث المسرحية حول شخصية عمر أبو الهول الذي يجد نفسه في مغامرة غير متوقعة بعد العثور على قلادة سحرية في مقبرة قديمة. تنقله هذه القلادة إلى زمن البحار الشهير السندباد، حيث ينتحل عمر شخصية السندباد ويعيش مغامراته وبطولاته الملحمية. تقدم المسرحية رسالة هامة حول أهمية الأحلام والسعي لتحقيقها، كما تسلط الضوء على قيم الصداقة والشجاعة والتغلب على الصعاب.